ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، لقد وصلنا لسباق هذا اليوم. شكرا للمعيد النادرة، شكرا أيضا للداعم الرسمي لسباق هذا اليوم فالح بن راشد بن فالح التوه الهاجري بستة كاسات بمناسبة تخريجه من كلية أحمد بن محمد العسكرية. نتمنى له التوفيق. وشوط التميز، الشوط الأول الرئيسي كان كرار وعلي بن محمد بن هران المري، من انتزع الشوط الأول الرئيسي أيضا يستاهل بن هران، يستاهل الناموس بن هران. هذا الخنجر خنجر كرار علي بن محمد بن هران من مسافة 1500 متر، كانت هي أيضا دقيقتين و12. يستاهل الخنجر والوشاح، يستاهل الوشاح. الشوط الأول الرئيسي للمشتركات البكار الظبي محمد بن فرج بن سليم، هذه هي جائزة محمد بن فرج بن سليم، يستلم المكتب في هذا الشوط. الشوط الأول أيضا الفائز بندر بن ناصر بن درهم الهاجري، يستلم أيضا المكتب، يستاهل الهاجري. الشوط الأول الصعوب، نعم، المشتركات الشاهنية مبارك بن محمد يستاهل أيضا المكتب، يستلم. الشوط الأول الرئيسي للمشتركات هملول ناصر بن حسن بن راشد النعيمي، يستاهلون أيضا أبو حسن يستاهل وأبنائه. الشوط الأول أيضا الرئيسي للصعوب كانت أيضا الفاتن، أيضا بندر عبد الله كلم بن حران دخل يقول الفاتن، كانت أيضا بندر بن ناصر بن دلهم الهاجري يستاهل. والشوط الأول الرئيسي للصعوب مسافة 1200 كان هملول، أيضا ناصر، أيضا ناصر بن حسن ناصر بن حسن بن راشد النعيمي يستاهل. مشاهدينا الكرام، نرجو من الإخوة الصورة التذكارية لهذا اليوم. شكرا للمعجزة النادرة وطاقمها، شكرا أبو فالح مدير عام مكتب المعجزة النادرة، عبد الله بن محمد مصور، مشاهدينا الكرام صالح بن محمد معلق لهذا السباق، وشكرا جزيلا لكل الإخوان الفائزين، شكرا للجميع.